صاحب صاحب، يا اما للخير يا اما لشي شر اللي غادي تندم عليه حياتك كلها. صاحبه حكيتنا الليله صاحبه انسان غلط اللي جراتها وخمستها في الليالي والملذات ديال الحياه الزائفه والفلوس والحوايج حتى كتلقى راسها كتغرق، لكن لطف الله تعطى لمن احب من عباده. حكيتنا الليله عبره للجميع. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. وموركم هيا اذا كنتي جديد على القناه مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار الدردر كيف العاده عادت اليكم المؤنسه ديالكم في الكوزينه من جديد. خليني هو الاول نشكركم بزاف على التعليق ديالكم اللي والله العظيم كل ما قريتها تنقراها بكل ابتسامه. شكرا على المحبه ديالكم الخالصه واللي خارجه من القلب اللي ما كتبع ولا كتشرى. اخي ما نطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. انا فدوى، كبرت وتربيت في عائله مزيانه الحمد لله، والديا بزوج خدامين، عشنا مستقرين. واخا كان واحد شويه ديال صداع ما بين والديا، ولكن ما كنتش فاهمه شنو هو السبب، وكنظن بلي يمكن داكشي اللي اثر على الشخصيه ديالي من بعد اللي غادي تكتشفوها، حيت فيا واحد الطبع خايب وانني كنت انتقم من راسي. المهم وعموما قريت والحمد لله وخديت الباك ديالي ومشيت نقرا في واحد المدينه واحده اخرى. فداك العام بديت كنحس شويه بجنباتي، شحال هادي ما كنتش كندير علاقات، كنت من النوع اللي داخل سوق راسو، الدار القرايه القرايه الدار، كل شيء كان عندي مزيان حتى 2012 العام اللي كنت نقرا فيه ليسونس في واحد المدرسه اللي كانت خاصه اللي والديا تقاتلوا عليا حتى خلصوها، واخا كانت غاليه بزاف. هذاك العام تعرفت على واحد الولد بالزربه بغيتو، بالزربه دخلت معاه في علاقه وكندخل كنخرج معاه، دوز بيا واحد 3 شهور وقال لي الله يعاونك. وصراحه ما كانش وقعت ما بيناتنا شي حاجه بعيده انا ذاك، ولكن تحطمت وبكيت وطلع لي الدم، وكنت في هذاك الاخر ما نجحتش في واحد الماده وجبت فيها صفر. والديا فاش شافوها قالوا لي صافي بركه، انت جبتي صفر وقريتي هاد القد قلبي على شي خدمه، وهاد المدرسه راه غاليه بنتي، وانت ما عرفت مالك ما بقيتيش دايره عقلك، بركه من هاد الشيء. بالفعل كملت منها، جمعت حويجاتي ورجعت لعند والديا للدار، بقيت جالسه معاهم عامين فين ما دفعت ما كتقبلني حتى شي حاجه. بديت كندخل في اكتئاب وبديت غير تنبكي وما عنديش اصدقاء، غير جالسه في الدار كنشقى وتندوز النهار بحال هكا. بقيت غاده على هاد المنوال حتى 2016 عيطت لي واحد الشركه في مدينه واحده اخرى وقالوا لي راكي تقبلتي في واحد الخدمه نتاع سونتر دابيل. قلت علاش لا، كبدايه نمشي نطلق راسي في الوسط نتاع الخدمه ونزعم. مشيت وكنت في ديك عامين اللي انا فيها في الدار كنت كندخل لدوك لي زابليكاسيون ديال الزواج كنهضر منهم مع الناس، وتعرفت على واحد السيد من دوله عربيه شديت معاه الجماعه وما كنتش مسوق عليه، واصلا ما مدخلاش راسي لهذاك النوع من بنادم، كنت بعيده كل البعد على هذاك العالم وما كانش تيهمني نعرف شي واحد من دوك البلدان. المهم بقينا تنهضروا، بقينا كنتعايروا مره تيقول لي نتوما المغاربه، وانا مره كنقول ليه نتوما يا هادو. بقينا غاديين بحال هكا، مشيت للمدينه فين غادي نخدم وبديت الخدمه. السيمانه الاولى تيكتب لي في الواتساب انا فلان راني جيت للمغرب، وعيلي بصح انا راني جيت، واش انت في مدينتك؟ لا انا راه جيت لهاد المدينه وهاد الاسبوع راني بديت الخدمه، واخا بغيت نشوفك. انا واحد الوقت كنت سكنت مع بنت واحد السيده من العائله اللي كانت خارجه على الطريق، ولكن ما كنتش عارفه عليها هذا الشيء حتى سكنت معاها عاد بديت كنكتشف الخبايا ديالها. طبعا والدين ديالنا في ديك المدينه، ولكن عندهم الدار في مدينه واحده اخرى علاش جيت ليها انا، وسكننا فيها حنا بزوج دوك البنات. قلت لها بلي هاد خينا راه هضر معايا، قالت لي ويلي الناس كيديروا تعارف وخاصك تتعرفي عليه وتشوفيه، وشو غادي يدير لك، يلا نمشي معاك كاع. داكشي اللي كان، ويا ريت لو كان ما سمعتش كلام ديالها. مشيت باش نشوف داك السيد، تلاقينا في واحد القهوه حدا الدار، وبطبيعه الحال مشات معايا. جا عندي دايخ، انا ما كنتش عارفه وما ديت وما جبت، هي قالت لي راه هاد خينا راه شارب، فبدا كيهضر معانا تيبان ظريف باقي صغير زوين قاري وخدام مزيان. قال لينا نمشيو نتعشاو، غادي يدينا لواحد الريستورون تعشينا فيها. كملنا ويقول ديك خيتي اللي معايا راه عندي واحد القنينه ديال الخمر عزكم الله، اذا بغيتي تمشي تشربي معايا. انا في داك الوقت ما كنت لا كنشرب لا كنكمي لا حتى شي حاجه، وكان في عمري 24 سنه وانا محافظه على راسي. المهم مشينا دخلنا لدارو، وكانت هي اللي مزعماني طبعا لانني كنت خايفه، فكانت هي معايا وكنت كنعرفها حياتي كامله كبرت معاها، فقلت ما عندي مناش نخاف راها معايا. مشينا لعندو جلسات بقاو تيهضروا وهما تيشربوا وانا كنت غير كنتفرج فيهم، اذا لقيت ما نقولوا راه تنقولوا. واحد شويه ديك خيتي دخلت وداها النعاس، هو بدا كيتقرب مني وقلت ليه لاحظتك اخويا انا راني نقيه ما كنفكرش في داكشي اللي في راسك وراني تنفكر في الزواج. قال لي كيفاش
راكي باقا عذراء ولاش اصلا جايه لعندي؟ قلت لها انا جيت باش نتعرف عليك وهذه اللي زعماتني وانا ما عارفاش شنو عندك في بالك عليا. قال لي ماشي مشكل اذا بغيتي نتعرفوا واخا نتعرفوا. بقى جالس معايا وتنهضروا في يقدك خيتي ما بغاتش تفيق. فبقينا جالسين حتى 7 ديال الصباح. بديت كنفيقها باش نمشيو للدار نلبسوا حوايجنا حيتاش خدامين. انا خارجه من الباب حتى ياخذ واحد المبلغ من الفلوس اللي هو 2000 درهم وغادي يحطها ليا في صاكي. قال لي هاكي انت بغيتي تشري شي حاجه؟ هزيتها وقلت ليه لا ما كاينلاش الحمد لله راني برزقي غير خلي عندك فلوسك. قال لي لا 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 هذه اعتبريها هديه من عندي بسيطه وان شاء الله نتشوفوا ويكون خير. شديتها مشيت لخدمتي عادي. وصلت 4 ديال العشيه هو تيعيط ليا من جديد. الو الو ارسلي لي فين خدامه باش نجي لعندك. صيفط ليه فين وجاو تغدينا ومن بعد مشيت لداري وهو مشى لداكشي علاش اصلا كان جاي للمغرب. من بعد عرفت علاش كان كيجي السهرات والليالي الحمراء. المهم كلشي غادي تعرفوه. بقينا بحال هكا لمده 15 يوم دوزنا كنتلاقاو مره في قهوه مره كيجي كيتغدى معنا ويعطي الفلوس والهدايا وانا تنبغيك وباغي نتزوج بك وعمرني ما لقيت شي وحده بحالك وانتي راكي زوينه ومثقفه وبنت عائله وتيشرفني باش انني نعرف شي وحده بحال هذا النوع من المغربيات. المهم كلا ليا دماغي مزيان ما بين هادشي كله انا لقيت خدمه احسن من هذيك اللي كنت في الاول وتحولت ليها وبدا الصالير ديالي كيتحسن بزاف. كنخدم كل شيء كان بخير وهو هذاك. مشى هو وجلس في بلادو واحد 3 شهور ومن بعد عاود رجع. قال لي شوفي انا باش نتزوج بك راه صعيب بزاف. قال لي صعيب حيتاش هو اصلا كان مزوج بنت عمو وهو كينتمي لبعض القبائل اللي ما تيقبلوش عندهم الزواج باجنبيات. انا ديك الوقيته كنت بديت كنبغي ديال بصح وليت كنشوف فيه انه حياتي نكملها معاه وتنقول هذا هو راجلي واخا داكشي اللي قال في الاصل كتبقى غير اعذار باش انه يتفك مني. المهم رجع عندي مره ثانيه للمغرب وقال لي بلا ما تبقاي غدا جايه للدار انا راه الدار اللي شديت قريبه فين كتخدمي اجي جلسي معايا. زعمت ومشيت باش نكون معكم صريحه حتى تفتحت واحد شويه وعطيت لراسي فرصه حيت ما كانش عندي علم بالرجال وكنت خشيمه. كانت صحابي بلي انه اذا شي حد تيبغيك ودار معك هادشي يعني راه غادي يتزوج بك وراه ليك. مشيت جلست معاه وقع اللي وقع ما بيناتنا وديك الاسبوع غادي نفقد العذريه ديالي وتعلمت شي حوايج. للاسف تعلمت نشرب تعلمت نكمي. بقيت يقول لي عادي وانا راني بغيت مرتي تكون متفتحه في دماغها وبغيت نعيش معاك الحياه وحنا عندنا في بلادنا غير المعقدات وما تعرفوش يعيشوا ولا يلبسوا وانا ما غاديش نخليك وما غاديش نسمح فيك وانتي هي كلشي. وكانت تعطيني بزاف ديال الفلوس وبزاف ديال الهدايا وكاع الريستورات الواعرين داني ليهم وكاع الملاهي الواعرين حتى هما داني ليهم في ديك المدينه. وانا كنت نمشي كنخدم وكنعاود نرجع شاده في خدمتي ما مضيعهاش. مشى بحالو لبلادو وانا بقيت من مورا غير خدمه والدار الخدمه الدار الخدمه الدار. وكيصيفط ليا كل شهر واحد المبلغ اللي كان محترم كيصيفط ليا هدايا وكيعيط عليا 100000 مره في النهار. بقينا هكاك لمده سنه. العام الثاني ما جاش وقال لي ما نقدرش نجي لانه عندي شي مشاكل واذا بغيتي نمشيو نتلاقاو في واحد الدوله العربيه. قلت ليه لا انا ما نقدرش نقول لوالديا انا غدا لديك البلاصه علاش وعند من. المهم ديك خيتي اللي كنت جالسه انا معاها كانت كتقول لي وحنا غير جالسين في الدار ويلا نخرجوا نفوجوا يلا نسهروا. طبيعه الحال اختكم فدوى بقوه المال اللي كانت كتحس به كنت نقول لها ويلا نبدل الجو شنو بغى يوقع كاع. مشيت معاها واحد النهار لواحد الملهى خايب نتا غير دوك البنات اللي كيتلاقاو مع دوك الجنسيات العربيه اللي راكم عارفينهم. مشيت جلست وحتى انا اندمجت في الجو كنشطح كنحنقز بحال الناس وما كنتش واعيه بالخطوره نتاع داكشي اللي حطيت فيه راسي. هذيك صاحبتي بدات كتلاقى بالرجال وكتقول لي غير يلا ما تخافيش. كنمشي تنجلس ما تيوقع والو كنرجع وكنعاود نمشي لخدمتي. حتى واحد النهار هي غادي تلاقى بواحد الوحده وهي ما كانتش عارفه باللي انا ما بقيتش عذراء فخليت هذه المعلومه لراسي عمرني ما قسمتها معاها اولا مع شي واحد. هي فاش تلاقات مع ديك خيتي قالت لها ديك الاخرى انا راه تنعرف شي ناس جايين من واحد البلاصه عربيه وبغاو شي بنات اللي يكونوا نقيات كيسهروا معاهم واش بغيتوا تجيو للفندق الفلان فلاني راه 5 ايطوال. مشينا لبسنا تقادينا ومشينا عند دوك الناس ومن هنا غادي تبدا واحد المرحله في حياتي ليومنا هذا ما عرفش كيفاش دخلت ليها وكيفاش تنقدت منها. وسط هذا الغضب كله حاجه واحده اللي كنت مواظبه عليها هي الصدقه وكنت نطلب مولانا باش انه يرجعني للطريق نتاع الصواب حيت ما كنتش نتاع داكشي وما عرفتش كيفاش دخلت وكيفاش ربي خرجني منه بحال شي شعره وسط المنعجينه. كانت قدره الهيه وصافي بلا ما تسولوني دخلت المجال الدعاره الراقيه وبديت كنمشي معاها
وكنشوف ناس وكناخذ فلوس. عجبني راسي وحسيت بجنيباتي. كنلبس كنمشي بلايص لي غاليين وما كنلبس غير الماركات. هي بدات كتشوف بلي انه دوك الناس عندهم اقبال عليا بزاف، عجبهم انا اكثر منها، كانت كتجيها الغيره. واحد النهار شنو غادي دير؟ خذت التليفون ديالها وصورتني وانا كنشطح، وصيفطهم لداك خينا مع من كنت بعلاقه، وقالت ليه هاك شوف ديك الشريفه العفيفه ديالك اللي قالت لك مشات تنعس، ودابا راه حنا عند واحد الناس سهرانين معاهم وغادي نتخلصوا مزيان. هو بدا تعيط لي فديك الليله، انا ما جاوبتوش. الصباح جاوبته قلت ليه صباح الخير مالك ياك لاباس راني كنت ناعسه. قال لي انت كدابه، ودابا ما بقى ما بيناتنا حتى شي حاجه، سالينا والله يعاونك. وهنا غادي يقطع معايا العلاقه. عرفت بلي انا هي اللي وصلت لي الخبر، تخاصمت معاها وبقات كتقول لي صافي ما كتبش، يمشي واحد ويجي واحد اخر. وبقيت جالسه معاها، بكيت واحد شويه واستمريت في داكشي اللي كنت كندير لمده سنه، من 2015 حتى 2016. في 2016 مات جدي واللي كان عزيز عليا، مشيت للدار تاع والديا وما بقيتش قاده نرجع لديك المدينه فين كنت نخدم، ما بقيتش قاده على ديك الحياه وما بقيتش قاده نعيش داكشي. ماما انسانه درويشه وداخله سوق راسها وكتبقى فيا نحطها في هذه الصوره. من غير هذا في داك العام شفت حوايج وناس وعشت حوايج اللي كان في المفروض انني ما نعيشهمش نهائيا. في داك العام من بنت دارنا رجعت كنمشي مع ناس، كنمشي نشطح وتعاطيت الخمر شي مرات لدرجه انني كنت كنتلاوح، وكانت كتجيني شي مرات هيستيريا، كندخل شي مرحله عزكم الله وتنبقى كنبكي وكنصرفق في راسي وكنتف في راسي حتى كنسخف وكنمسح وجهي وكنخرج نضحك مع الناس كانه شيئا لم يكن. رجعت لدارنا وبقيت جالسه. في هذه المده كامله كانوا تيجيو ناس كيخطبوا فيا وما كنتش كنبغي وكنت كنرفض، كنقول غير لا. مشيت رجعت لدارنا وقلت لهم ماتليش باغا نخدم، راني باغا نستريح واحد الفتره وغادي نعاود نقلب على خدمه واحده اخرى. مشيت وبقيت جالسه في مدينتي، جا واحد السيد اللي هو صاحب بابا خدام عند شي ناس كبار في دوله خليجيه، وقال ليه علاش فدوى ما تمشيش تشوف في هاد البلاد، انا راه تنعرف فيها شي ناس اللي يقدروا يلقاو لها شي خدمه محترمه وتعيش مزيان، وراه كاينه اختي تما تجلس معاها تكون معاها حتى توقف على رجليها. فعلا ما كتبش الله انا نمشي في 2016 ولا في 2017، لكن في 2018 غادي نمشي ورافقني بابا. جلسنا وشفت البلاد وعجبني الحال. جلست عند ديك السيده اللي كانت مزيانه والله يعمرها دار، طلت فيا ورات لي الطريق، عاونتني لقيت خدمه في واحد الشركه اللي خدمت فيها ومشيت مزيان من الخدمه للدار من الدار للخدمه. سديت على داك الباب نتاع الدوران حيت اصلا كانت عندي زوج ديال الحياه، حياه نتاع بنت دارهم وحياه نتاع ديك الانسانه اللي خارجه على الطريق وعزيز عليها الدوران والحوايج والفلوس. مشيت لديك الدوله بديت كنخدم وتعرفت على مع البنات اللي خدامين معايا، كنخرجوا وكنتقهواو داكشي كان عادي. وقلت علاش حتى انا ما نعطيش شي فرصه لراسي انني نتعرف على شي واحد، ولكن هذه المره كانت الفكره ديالي هي الزواج والاستقرار، ما كنتش ناويه نرجع لديك الطريق. وفعلا عمرني ما رجعت ليها ولله الحمد. تعرفت على واحد السيد مهندس تيبان محترم وولد الناس، بقينا في علاقه كنتلاقاو. فاش عرف المشكل اللي عندي بدا كيقول لي ماشي مشكل انا قابل بيك، ولكن انا ما عاودتش الحقيقه ديالي كيف ما هي، عاودت لي غير كيفاش حتى ما بقيتش عذراء. قال لي انا قابل بك وباغيك وشاريك، الحمد لله حيت لقيت شي وحده بحالك وانت بنت الناس وهادي وهادي وهادي. دخلت معاه في علاقه ودوزت معاه عامين. 2020 جات كورونا، قال لي شوفي فدوى انا غادي نمشي لبلادي ان شاء الله، فاش غادي نجي غادي نتزوجوا، انا راني بغيت نعلم والديا. وهو كانوا عنده خوالو وخوتو هنا في هاد البلاد، ولكن قال لي راه والديا خاصهم يعرفوا. فمشى لبلادو باش يشوف والديه، وصلت تما ولقاها سبه باش ما يعاودش يرجع لهنا. خلاني بقيت في فتره الحجر جالسه في الدار بحال كاع الناس، والحمد لله كل جمعه شي بركه هذيك الفتره ما دارش قاصحه عليا من غير الحجر اللي كان صعيب. داز شويه ديال الوقت، في نفس السنه غادي نتعرف على واحد السيد من دوله واحده اخرى اللي ساكن حتى هو هنا وحتى هو مهندس وتيبان ولد الناس وملتزم. قال لي شوفي انا كنخاف الله وما عنديش مع العلاقات وما عنديش مع التخربيق نتاع العيالات، انا باغي الحلال وباغي نتزوج. قلت ليه واخا، حتى انا داكشي علاش كنقلب. تعرفنا في مده شهرين وقال لي بغيت نهضر مع باك. فعلا هضر معاه وقال ليه واخا ماشي مشكل مرحبا بك، اجي من الباب نتعرفوا عليك ونشوفوا شنو كاين. بقينا انا وياه معارفين. في شهر 10 2021 جا عند بابا وجلسنا بدينا كنجمعوا في الاوراق نتاع الزواج. هو كان تيعاود بلي انه عنده شي مشكل مع شي مهندس من قبل اللي كان خدام عنده في الشركه والضرب هو وياه. انا سمعت هاد الهضره ودوزتها مرور الكرام، صافي عنده مشكل غادي يدوز، ماشي شي حاجه اللي غادي تاثر على الزواج ديالنا. انا في ديك الفتره السيد كان تيبين لي المثال قبل الزواج، ما كانش كيبغي يتلاقى معايا قبل الزواج، وكنا كنتلاقاو رسمي
وشاد تقارو وانا ما عزيزش عليا الحرام وانا هذه وانا هذه واخا ماشي مشكل لين هو داير بحال هكا علاش لا كلشي باغي طريق الحلال دوج به وبدا تيبان ليا شي حوايج والتصرفات ديالو اللي كانت خرابين بزاف كيتنفس غير الكذوب وتكذب في اقل حاجه وفي الهضره بزاف وانا عاودت لي غير واحد الجزء من القصه ديالي علاش انا ماشي هضره وسدينا انا ما مفتخراش بالماضي ديالي ربي عفا عليا وتبت ما كاينلاش انني نعاود داكشي اللي داز من بعد عدني الله وتحجبت وواظبت على صلاتي ودخلت سوق راسي صافي وطويت ديك الصفحه تاع الماضي قطعتها من حياتي داز واحد شهرين تاع الزواج لقيت راسي حامله فرحت وعجبني الحال من ديما حتى انا كنت باغا وليدات من ديما كنت كنحلم واحد النهار نكون ام في ديك الوقيته هو بعد عليا جسديا نهائيا لمده 8 شهور حتى قربت نولد بشهر واحد الليله تنوض مع 3 ديال الصباح بغيت نشرب كاس ديال الماء وهو يبان لي التليفون ديالو تيصوني ولكن ساكت هزيت التليفون ديالو نتاع الخدمه قلبت ولقيت واحد الكونفرساسيون اللي كانت عنده مع واحد خيتي تيقول لي انا تنبغيك وتحشتك وانت هي كلشي في حياتي ويلا نمشيو للبحر وهذه يلا نمشيو للبحر عقلوا عليها انا سيمانه من قبل كان جاتني واحد النزيف مشيت للسبيطار دوزت فيه 24 ساعه بات معايا جاب لي الماكله وتيبين راسو هو المثالي ولكن كان عندي احساس نتاع شي حاجه ماشي هي هذيك وبلي هو عنده شي حاجه واحده اخرى حيت 8 شهور ما قرب ليا نهائيا وتيهز غير التليفون ديالو وكيخليني كندوي مع الحيط المهم فاش قريت الجماعه ديالو مع ديك خيتي وانا نهجم عليه هذيك الساعه وقلت ليه شنو هذا الشيء واش ما حشمتيش وانا حامله وانا نهار عندي نزيف انت مشيتي قليتي في البحر وجبتيني وخرجتيني وخليتيني مليوحه في الدار ما كاين حتى اللي مد لي كاس الماء بقيت يدوي طلعت ليه الدم وهو يتعدى عليا خرج وخلاني مليوحه جمعت راسي وبكيت حتى شبعت بهستيريا توصلت 12 نتاع النهار رجع من الخدمه بقى لي انت مراتي وانا كنبغيك وداك الشيء غير تخربيق وانا ما كنخونكش وهذيك راه مزوجه وغير زميله ديال العمل و المهم قلت صافي ماشي مشكل غادي نصبر يمكن حيت انا حامله ما بقاش كيشوفني كيف من قبل ولدت وجات عندي ماما من بعد اسبوعين بالضبط قلت ليه اش بان لك الشهر الجاي نزلو كامل للمغرب على اساس اننا نديرو اسبوع ويشوفوك العائله حيت عمرهم ما شافوك وما تعرفوا عليك قال لي شوفي انا راه عندي مشكل راك عارفه بلي انه مرفوعه عليا قضيه غادي نمشي نشوف كيفاش ندير ليها نحلها وديك الساعه نسافر ويكون خير مشى باش يشوف شنو عنده دخل لمركز الشرطه شدوه ما خلاوش يخرج وقالوا ليه غادي تبقى هنا باش نحققوا معاك تنعيط عليه داك النهار والو ما تيجاوبش واحد الساعه قال لي فدوى راني عند البوليس وراه عندي مشكل قولي لماماك راه راجلي جاتو واحد الخدمه خارج المدينه غادي يمشي اسبوع وغادي يعاود يرجع حيت ماما كانت انا داك عندي انا دخلت بيا الدنيا تنقول كيفاش هذا غير غادي يمشي يشوف المشكل اللي عنده حتى ولا دخل الحبس شنو هذا الشيء قلت ليه قولي فين كاين نجي عندك نعاونك ديك الوقت ما كنتش كنفكر في شنو داير اكثر ما خصو انه يخرج وصاف لا ما تخافيش راني درت مع خويا هو جاي هو اللي غادي يتكلف خوه مشى عند شي صاحبو محامي باش يتحل هذا المشكل القضي رفض وطلب الكفاله باش انه يخرج وبقى جالس في الحبس انا بقيت كنفكر كيفاش هذا عنده قضيه مع راجل وما بغاش يلقى شي حل قلت ليه خليني نمشي نهضر مع هذا السيد نقول ليه راه عنده ولد في عمره اسبوعين وراك غادي تخرج علينا دير معنا شي حل قال لي لا انت خليك بعيده على هذا الشيء جا عندي خوه بالطريقه اللي كان كيدوي بها بديت كنفهم بلي انا القضيه ماشي ديال الخدمه وماشي راجل اللي داعي بقيت كنفكر وكنقول كيفاش غالبا شي مرا هذه اللي دعاتو قلت لخو خليني نتكلم مع المحامي عافاك انا دخو عيط على المحامي وقال لي راه مرات خويا غادي تدوي معاك من تما بديت نفهم انه كاينه شي حاجه ما بيناتهم وما باغينيش باش انني نعرفها لا غدي لبست حوايجي وانا نفسها مشيت لمركز الشرطه كندوي مع الضابط راه راجلي مشدود عندكم على قضيه نتاع الضرب راجلك لا ما عندوش قضيه نتاع الضرب راجلك عنده قضيه نتاع النصب على من سمحي لي ما نقدرش نقول لك هو اللي خاصو يقول لك واخا سيدي خليت لي شي فلوس باش انه يقدر يعيش بهم دوك الايام ومشيت فحالي هو بدوك الفلوس اللي عطيته قدر يشري شي كارطاج باش انه يدوي ليا من بعد ما تقطعات ما بيناتنا الهضره لمده اسبوعين دوا معايا قلت ليه شوف غادي تقول لي شنو المشكل ديالك والا ما غادي تعرفني ما غادي نعرفك وغادي نهز ولدي ونمشي فحالي بقيت يراوغ في الاخير غادي يعترف ليا بلي انه كان على علاقه بشي وحده كان ساكن معها وفوقت كورونا كان جالس بلا خدمه وخدا من عندها مبالغ ماليه على اساس انهم غادي يتزوجوا فاش عرفني قلب عليها وداليها الفلوس ديالها وزاد وخلاها وهي رفعت عليه دعوه نتاع النصب والاحتيال وكطلب مبلغ اللي كان قداشنا هو 40 مليون مغربيه دخلت بيا الدنيا وما عرفت ما ندير بالطبع كانوا ديك الساعه عائلته تيجمعوا لي الفلوس وكلهم عارفين انا الوحيده اللي ما كنتش عارفه وما قال لي والو مشيت هضرت مع بابا وهذا الزوج كان عارف بلي انه بابا كان ميسور ماديا
غادي يرسل ليا بابا واحد المبلغ ديال الفلوس اللي كان مهم، وبدينا تنجمعوا كاملين حتى وصلناه للنص. خديت التليفون تاع ديك خيتي اللي ورطاتو من عند خوه واتصلت بها وقلت لها انا مرت فلان، انا فدوى. استهزأت بيا وضحكات، شكون وحده من مراتو؟ واش ما عرفتيش بمن تزوجتي؟ واش انت ما عارفاش شكون هذاك؟ شوفي وراه ماشي غير بوحدي وعندي بزاف نتاع الدلائل ضده، حتى نتلاقاو ونوري كلشي. قلت لها شوفي بغيتك تنازلي على الدعوه وانا غادي نتقاتل باش نرجع لك فلوسك، حيت خاصو يخرج من الحبس. دامت الحرب ما بيني وما بين ديك السيده لمده شهرين باش قدرت تتنازل. ما قدرناش نجمعوا داك المبلغ كله حيت كان صعيب الفلوس انها تجي من المغرب، ومو كانت كتصيفط عاوتاني من دوله واحده اخرى. المهم باختصار مفيد بزاف ديال الاحداث، درت لي الدين ورجلين باش انني ما نخليهش يبقى في الحبس وندمر كاع داكشي اللي بنيت، اللي قلت عليه الحمد لله واخيرا فيه استقريت. هي دارت التنازل وكتبت انا رد الدين كاني انا اللي ضمن ليها بلي انا غادي يخلص لها الاقساط. من بعد يومين غادي يخرج من الحبس، رجع انسان واحد اخر. هزيتي واحد حطيتي واحد اخر، ولا في شي شكل ما شافنيش انا ولدو شهرين ونص. لغد ليه صباح هز الطوموبيل ديالو وخرج، ما رجع حتى الليل. جاي لعندي شكرا على داكشي اللي درتي والوقفه اللي وقفتي معايا و و و و. المهم انا كنختصر لكم بزاف ديال اللقطات باش ما نطولش عليكم القصه. خرج من الحبس، بدينا كنرجعوا للروتين ديالنا. حتى واحد النهار غادي نكتشف بلي انه باقي كيتواصل مع هذيك. تخاصمنا، ضربنا، ولمتو، جاوبني ببروده. سمعها فدوى، حتى حد ما قال لك وقفي معايا؟ كان ممكن انك تهزي ولدك وتمشي لداركم، انت دخلتي راسك، ما تلومينيش دابا ياك. الله يجازيك بخير، ماشي مشكل. مشات الايام ووصل شهر 12 نتاع 2022، قال لي شوفي خرجي من هاد الدوله وسيري للمغرب باش انا نلوي لي الدين تاع ديك خيتي وما تاخذش داكشي اللي باقي. وهي تنازل عليه حيت انا اصلا ما خديتش هاد المبلغ كله من عندها، وبدا كيحلم فيا وجايب القران وكيعادني الى ما اخره. واخا هزيت ولدي ومشيت للمغرب، جلست فيه 4 شهور. جا عندي دار لي اسبوع وعراضه وتعرف على العائله ديالي، ومن بعد رجع وبقيت من مورا شهرين. في ديك الوقت اللي انا بعيده عليه دوزت معاه الحرب العالميه الثالثه، كنعيط ما كيجاوبش وكيلقى دائما شي اعذار. واحد النهار تنعيط عليه وما عرفش كيفاش قصت الكاميرا بالغلط وهي تحل، حتى كيبان ليا السيد بيت في شي بلاصه من غير دارنا. سولته وبديت تنعاير، قال لي انت عزيز عليك الصداع والنكاد وراكي غير كتتخيلي وكيجيب لك الله التهيؤات. من بعد باش شهر دقيق بالضبط غادي يعاود يتصل بيا وهو في الدار ديالنا وبغى يرجعني بلي انني كنت كنهلوس. شوف فلان ما تليتش بغيت نجي لعندك. قال لي اذا ما بغيتيش تجي اجي جمعي شروطك وسيري فين ما بغيتي. رجعت لداري وكنلقى الشعر والشمع اللي كان شاعل. المهم كانوا عنده جواب لكل حاجه نتاع من هادي ولا شكون هادي الى ما اخره. حاموت من شهور ديال الزواج، شفت فيه من الضغط النفسي اللي عمرني ما شفته في حياتي كامله. انسان بارد ومسموم واناني. بغيت نقول فدوى خاصك تعيشي وتنسي وما تزيديش تطلق على الفشل اللي فشلتي في الحياه. تزوجت بهذا السيد وخليت خدمتي وكلشي باش انني نكون مشروع نتاع عائله اللي هو ناجح، لكن كنظن بلي انه ما غاديش ينجح. انا دابا بقى عايشه معاه وحصلت عليه بزاف ديال الامور من غير انه كيشرب الخمر في رمضان. عمره ما قال لي من قبل بلي انه كيتعاطى، حتى اكتشفت هذا الشيء من بعد وعرفت بلي انه كان مزوج وعنده ولد في بلاد واحده اخرى. انا رضيت باللي كاين وتنكبر في ولدي حاليا اللي عنده 9 شهور وصعيب انني نرجع نخدم. دفعت الطلاق لكن قدر الله غادي نكتشف بلي انني حامله للمره الثانيه وغادي نلغي داك الطلاق. اللي غيقول لي رجعي المغرب صعيب عليا نرجع، ما غاديش يتقبلوني عائلتي كانه شي حاجه عاديه، لانهم راكم عارفين المجتمع كيفاش داير. هذه هي كانت قصتي باختصار اللي ما كنتمناهاش لحتى شي حد. انا انسانه ما كان ناقصني حتى شي خير باش انا نمشي في ديك الطريق العوجه. عموني الرفايق والفلوس والزيغه الخاويه، وكان كيصحاب ليا بلي هكاك خاصني ندير باش انا نفرض حتى انا الشخصيه ديالي. الحمد لله اليوم انا طويت ديك الصفحه وتبت من داكشي كامله وما عمرني رجعت لديك الطريق، ويا ربي يحفظني منها للابد. انا بعدت من كل شيء وعندي اليوم ولد وجايني الثاني، خاصني نكون ليهم مثال التربيه والدين والعلم. واخا زواجي ما سهلش ولكن تنطلب من مولانا الثبات والصبر، وناويه ان شاء الله انني غير نولد نرجع للخدمه ونحاول نربي ولادي احسن تربيه ونبني حياتي، حتى الا كتب شي فراق بعدا مع هذا السيد لقى راسي انني واقف على شي حاجه ديال الصح. غير هو لازم تعرفوا بلي انه المعدن نظيف شحال ما وسخاتو الدنيا كيرجع للاصل ديالو، وبلي انه التوبه وباب ربي ديما مفتوحين، خاص غير الواحد انه يكون صادق وطلبها من قلبه. انا فقط كنتمنى من الناس اللي غاديين في شي طريق اللي ماشي حتى لهيه انهم يتوجهوا لباب مولانا وما يتراجعوش، وخا صعيبه انهم يثبتوا لكن هذا كيبقى فضل من سيدي ربي واللي عقد النيه ما كيخيبش. هذه هي كانت حكايتي.
وهذه هي كانت حكايه الاخت ديالنا فدوى. كنت قلت لها بلي انه كنت كنتظر من النهايه ديال الحكايه ديالك بلي انك لقيتي لك شي حل مع هذا الزوج، لكن للاسف هذا قدر الله. طلاق ماشي فشل، ولكن انك تعيشي في حياه مسمومه وتعيشي وليداتك في حياه مسمومه، هذاك هو الفشل الحقيقي. انا متاكده بلي انك انسانه تبارك الله واعيه مثقفه بنت الناس، حيت باينه من الكلام ديالك والطريقه باش كنتي كتهضري. فانا عارفك بلي انك ان شاء الله ان شاء الله غادي توصلي لداكشي اللي بغيتي، وانك غادي ديري لراسك تخريجه، غتقدري ان شاء الله تخدمي وغادي تخرجي من هادشي كامل وتوقفي على رجليك، لانه صوتك يوحي على القوه، وانا عارفك بلي انك غتبقاي قويه حتى توصلي داكشي اللي بغيتي. هنيئا للتوبه ديالك. اكيد ربي ما كيرفض حتى شي حد، ما كيرفضش التوبه ديال العباد ديالو واخا غلطوا 100000 مره. هذه كانت حكايتنا الليله، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. ما كرهتش الا شادين شي حاجه في يديكم تطلقوها وتخليو شي تعليق الفدوى، لان شاركتنا القصه ديالها بالحلول ديالها والمر ديالها. دمتم في رعايه الله، نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.